السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقي 3 أشخاص مسرعهم وفقد 3 آخرون في فيضانات عارمة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أسبانيا منذ الأمس الأحد، حيث تحولت الشوارع إلى أنهار جارفة وانهيارات للجسور، مما أدى إلى إغلاق طرق وخطوط القطارات والأنفاق. وأعلن رئيس منطقة كريستالا ميلانو صباح اليوم الاثنين مسرع شخصين في مقاطعة توليدو، ولم يذكر تفاصيل عن ظروف الوفاة. وأعلن الحرس المدني في وقت لاحق مسرع شخص ثالث، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وأثر عليه جثته قرب مجرى مائي في المقاطعة نفسها. وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إرسال طائرة مروحية لإنقاذ الأشخاص احتتموا بأسطح منازلهم في منطقة طالطيليا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا في هذه القناة البسيطة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.